اهلا بكم اعزائي الافاضل في توقعات احوال الطقس ليوم غد الاثنين. تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية بالنسبة ليوم غد الاثنين تشكل سحب منخفضة محلية بالقرب من السواحل، خصوصا بالسواحل الوسطى، وذلك خلال الليل والصباح. كما يرتقب ظهور سحب غير مستقرة بعد الزوال والمساء بمرتفعات الأطلس، ستكون مصحوبة بأمطار أو زخات مطرية متفرقة وأحيانا رعدية، حيث ستمتد نحو الجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية، فيما ستكون الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي ربوع المملكة، وستهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي ومن القطاع الشمالي عموما في باقي أرجاء البلاد، وستتأرجح درجات الحرارة الدنيا ما بين 2 و8 درجات بالمرتفعات، وما بين 9 و14 درجة بالمنطقة الشرقية والشمال والوسط، وما بين 15 و20 درجة بالأقاليم الجنوبية والسفوح الجنوبية الشرقية، وستتراوح درجات الحرارة العليا ما بين 13 و18 درجة بالمرتفعات، وما بين 19 و24 درجة بالواجهات المتوسطية والمنطقة الشرقية وسيس وهضة بالفوسفات وولمس والسواحل الشمالية والوسطى، وما بين 25 و30 درجة بالسهول المحيطية الشمالية والوسطى والسفوح الجنوبية الشرقية وسوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 26 و33 بالجنوب الشرقي وأقصى الجنوب، وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهات المتوسطية وقليل الهيجان بالبغاز، وهائج إلى قوي الهيجان بين الرباط والعيون، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل. إلى هنا نصل وإياكم أعزائي الأفاضل إلى توقعات أحوال الطقس ليوم غد الاثنين، دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء. شوف تي في جابت لكم الجديد لابليكاسيون موبيل، واللي جات بين يديكم مجموعة من الامتيازات، أجيو نكتشفوها. التطبيق ديالنا شامل، كيضم التلفزة الإلكترونية، الجريدة الإلكترونية، شوف سبور، المرأة تي في، وأسبوعية المشعل. آخر المسجدات كتوصلوا بها مباشرة من كتأنستاليو التطبيق ديالنا، والأكيد أنكم كتطرحوا السؤال ديال كيفاش نحصلوا على هذا التطبيق. زوار ديالنا اللي عندهم الأندرويد يكفي أنكم تدخلوا البلاي ستور وفي لاباغ دو ريشيرش تابيو شوف تي في، وهي لابليكاسيون عندكم. جديد الأخبار وسكوبات بالصوت والصورة، البرامج، حوارات وريبورتاجات كلها متوفرة في لابليكاسيون شوف تي في. وبلا ما نساو التطبيق ديال شوف سبور اللي غادي يطلعكم على اخبار حصريه ومثيره في عالم الرياضه بالصوت والصوره. شوف تي في، اخر الاخبار بين يديك بسامبل كليك.